وللحديث أكثر عن التطورات اليمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث السياسي اليمني نبيل البكيري. سيد نبيل، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن. هذا القرار كما تعلمون يدعو إلى إرسال 75 مراقبا دوليا إضافيا إلى اليمن، لكن السؤال المطروح هنا: ما الذي سيضيفه المراقبون الجدد إلى جهود فريق باتريك كاميرت؟ هي محاولة لمزيد من الضغط لإنجاح محاولة السلام فاشلة. البريطانيون يعتقدون أنهم من خلال إرسال هذه المجاميع على المراقبة الدولية أنها ستسهم في وقف عملية الانتهاكات أو الاختراقات الدائمة المتواصلة لعملية وقف إطلاق النار. أنا باعتقادي أنها محاولة يعني محاولة تشوبها الكثير من التعقيدات، ولا أعتقد أن أيضا أنه كانت الحكومة اليمنية الشرعية تحدثت سابقا أنه لا يمكن السماح بوجود قوات أممية في منطقة الحديدة أو في ميناء الحديدة. ما نراه الآن، ليس هناك أي موقف من الحكومة حتى الآن، لكن نتمنى أن يكون أو قد نسمع خلال الساعات القادمة. طيب سيد نبيل، موضوع إرسال مراقبين دوليين إلى اليمن، تعتقد أنه قد جاء بعد أن فشل كاميرت في تثبيت الهدنة؟ لا شك أنه إرسال المراقبين هو دلالة على فشل مهمة كاميرت، وبالتالي هم يعملوا الآن بكل ما لديهم من قوة لإبقاء ولو حتى شكلا هشا لهذه الهدنة، من أجل استمرار جريفيث في مساعيه يعني أنا أسميها مساعي فاشلة. طيب، لأنها لا تبنى على إيجاد يعني مدخل حقيقي للسلام باليمن، بقدر ما تحاول تجزئة العملية السياسية في اليمن، محاولة تجزئة عملية السلام من خلال اقتطاع مساحات لوقف إطلاق النار في إطار معركة شاملة ومتعددة. طيب سيد نبيل، هنا يعني تعتقد من هو الرابح الأكبر في فشل الهدنة؟ الحكومة الشرعية أم الحوثيين؟ لا شك أنه الخاسر الأكبر هي في فشل الهدنة هم جماعة الحوثي. جماعة الحوثي بالأساس أتت المساعي البريطانية الحثيثة هي لإنقاذ جماعة الحوثي وإنقاذ مستقبلها على 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 الضفاف البحر الأحمر، باعتبار ميناء الحديدة آخر منفذ وشريان لهم على العالم. وبالتالي البريطانيون أعادوا ما يسمى بالعلاقات القديمة بينهم وبين الإمامة التي كانت تحكم اليمن قبل عام 1960، وهي كانت تتمتع بعلاقة جيدة مع الإماميين الذين سلموا لها جنوب اليمن حينها. وبالتالي اليوم هي محاولة لإحياء أو ترميم علاقات تاريخية قديمة، خاصة أن بريطانيا بدأت تعاني مشاكل جامة نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي ووجود أزمة اقتصادية لاحقة خانقة في بريطانيا، ستسعى إلى ربما أو يتهيأ البريطانيين أنه ممكن أن يخرجوا من هذه الأزمة من خلال العودة إلى المياه الدافئة التي كانوا فيها في مستعمراتهم القديمة. سيد نبيل، عملية الرابح الأكبر من فشل الهدنة هم الحوثيون، لكن هناك من يقول إن الحكومة الشرعية قبلت الجلوس إلى طاولة المفاوضات، هذا يعطي انطباع أنها قد فشلت في تحقيق تقدم على أرض الواقع، ونحن نتحدث عن الجانب الميداني، هل هذا دقيق نوعا ما سيد نبيل؟ ليس دقيقا للغاية. الحكومة يعني هي قبلت الجلوس نتيجة لضغوطات دولية كبيرة، وخاصة مما يسمى بالتحالف. التحالف ضغط على الحكومة نتيجة لتعرضه أيضا هو لضغط كبير، لكن أيضا هذا ليس مبررا كافيا لقبول الحكومة بالذهاب إلى السويد أو الجلوس مع هذه الجماعات الميليشيوية. كان يفترض أن يكون هناك موقف حقيقي وصارم، ويفترض هذا الموقف أيضا اليوم بعد عملية الأمس في قاعدة العناد، وبعد كثير من العمليات التي والخروقات التي وصلت إلى أكثر من 400 خرق للهدنة في حديدة وما حولها، كان يفترض أنه أن تكون هذه هي آخر محاولة
لقلب نوع من المشروعية باستمرار مثل هذه الهدم الفاشلة. من اسطنبول الباحث السياسي اليمني نبيل البكيري، شكرا جزيلا لكم.